بتعني عندها 30,000 سنة. كل إنسان كان يصور الحيوان الشمس والسماء، بصح لديسان ما كانوش يفهموا مليحة على ديكة العصر اسمه ما قبل التاريخ، حتى جويه 3000 قبل السنة الميلادية ظهرت البيكتوغرام يعني كتابة تصويرية، كانوا يصوروا ويعبروا على فكرة بالأشكال زعما مثلث مثل الحرب والسيركل يعني السلام. توها للسوميريان بالكتابة المسمارية اسمها كونيفورم يعني أشكال هندسية، بعد جاو الفراعنة وداروا الهيروغليفية الرسومات المعقدة لقوها علامات رمزية، ديسيني سهلينة كيما داروا الصينيين، حتى نجاو الفينيقيين وشو كيفاه كانوا فايقين، قالوا الرمز الكبيرة نكتبوا منه غير طرف، هذاك الطرف يولي صوت وذاك الصوت يولي حرف، وقت عرف من بعد مع الحضارة اليونانية داروا بالفكرة دي الالفابي باللاتينية والعرب بالعربية، جابوا الحروف الآرامية وبالخط النبطي كتبوا الآيات القرآنية. سينو في بلادنا كانت الكتيبة الليبية تلقاها هنا مكتوبة بنوعين من الأبجدية، لفوق الكبر تاع ماسينيسا اسمها النوميدية والتانية دي في النار ويعيطولها البربارية. وتلانسات الحكاية قبل القرن العشرين، جويه 1826 داروا حروف للمكفوفين، حتى الموسيقى باسيور ما تتنساش داروا لها كتيبة سبيسيال وسماوها السولفاج، وكيهاج العالم باللي قار واللي دراما الكتيبة هاجت بالمورس والتليجرام، ومعالم فورماتيك ولا تتقدم تمتمة حتى تبدل اللونجاج ولا كود بالالغوريتم، واليوم بالاسماس عاد سينيال الكترونيك لزوندي فياجي ومساطي للساتيليد، شكون اللي كان يقول عندها آلاف السنين، الحكاية بدات بتصويرها في الحيط باليدين. ما لا تعلم وسقسي على الحوايج اللي دايرة بيك، ما تقولش يوم تبين خاطرك كل حاجة هي تفيد، زيد دير في بالك هاد الثروة جامي تخلص، خاطرك القيمة تاع العبد سي لا سيونس لي في الراس. ما لا تعلم وسقسي على الحوايج اللي دايرة بيك، ما تقولش يوم تبين خاطرك كل حاجة هي تفيد، زيد دير في بالك هاد الثروة جامي تخلص، خاطرك القيمة تاع العبد سي لا سيونس لي في الراس. الهواء اللي داير بلاتير مخدوم بالغاز والافوسيير، سادير السما سي دون كوش اللي نسميوها الاتموسفير، فيها 7 طبقات ديفيرون تيفيسور سي ترو احفظ غير الاولى اللي